العزيز نزار المطائنة. شكرا إلى جماهير الزرقاء المتفائلة مع أي حدث وطني. بصراحة الكلام يعجز عن التعبير. موقف عربي، موقف أردني، موقف جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني اللي دائما هو يسهر على الدفاع عن قضية فلسطين الأردن. يا أخوان، الأردن وفلسطين بلد واحد، شعب واحد، دم واحد، مصير واحد. جميعنا فداء فلسطين الحبيبة، ونحن نعتز ونفتخر في مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التي لم تهدأ يوما. وسيدنا نبه على الحدث الآن اللي يدور في غزة قبل أن يحدث، وسيدنا في جميع المحافل الدولية تكلم وتتكلم عن الدولتين، وتكلم لا تهدأ المنطقة إلا بأخذ حقوق الفلسطيني، الشعب الفلسطيني كاملا، وفي تقرير مصيره، وفي حكومة وطنية عاصمتها القدس الشرقية. كلنا فداء فلسطين، كلنا من أجل فلسطين. ونحن في هذا الوطن الغالي كما ذكر معالي بلد هذه المدينة، مدينة الجند والعسكر، كلنا جنود خلف القيادة الهاشمية، خلف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وخلف ولي عهده الأمين، ونحن جميعا شهداء من أجل هذه القضية. نحن بالأردن كلنا فلسطينيين من أجل فلسطين. ولا يفوتني أن أشيد بمواقف الجيش العربي الذي قدم الشهداء على أسوار القدس وفي جنين، ووجود شهداء الأردن في جميع مدن فلسطين. الأردن بذل كل ما يملك من أجل الشعب الفلسطيني. وأنا أقول نحن كنا شعب واحد، وأنا أخجل حتى أقول شعب، نحن وفلسطين شعب واحد، مصير واحد، لا يفرقنا أحد أبدا. شكرا إلى جيشنا المسلح، شكرا إلى الأجهزة الأمنية، شكرا إلى الأجهزة الأمنية، شكرا إلى المخابرات العامة، شكرا لكم جميعا في هذا المساء المبارك. وأتمنى أن يكون إلى حزب إرادة مكان في هذا الوطن للدفاع عن الأردن وفلسطين. عاشت فلسطين عربية، عاشت فلسطين من البحر.